مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أجواء حارة إلى شديد الحرارة في معظم مناطق المملكة، وأيضا تنشط رياح البوارح خاصة في المنطقة الشرقية، وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية. والأجواء زي ما حكينا حارة إلى شديدة الحرارة، وفي المنطقة مكة المكرمة تصل العظمى بحدود 48 درجة طيلة أيام الأسبوع. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نستعرض أيام الأسبوع والأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع بدءا من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة في معظم مناطق المملكة إلى شديدة الحرارة، المناطق الشمالية الغربية 40-25، والشمالية الشرقية 41-27، المنطقة الشرقية 42-32، والمنطقة الوسطى 45-32، والمنطقة الغربية 39-30. الأجواء في مكة المكرمة أجواء شديدة الحرارة، الحرارة العظمى فوق 45 درجة وتقترب أحيانا من 48، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 31-21. يوم الاثنين استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، الشمالية الغربية 39-25، والشمالية الشرقية 42-28، والمنطقة الشرقية 43-31، والمنطقة الوسطى 45-32، والمنطقة الغربية 40-31 مع نشاط في سرعة الرياح، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 31-21 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الحارة، المنطقة الشمالية الغربية 39-25، الشمالية الشرقية 42-28، والمنطقة الشرقية 40-30، والمنطقة الوسطى أجواء مغبرة وحارة إلى شديدة الحرارة 45-32، وهناك إثارة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، والمنطقة الغربية 39-31 مع نشاط في سرعة الرياح، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 31-22 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية 39-26، الشمالية الشرقية 42-28، والمنطقة الشرقية 41-30، والمنطقة الوسطى 45-31، والمنطقة الغربية 40-29، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية أحيانا 32-21 درجة مئوية. وأيضا استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة إلى شديدة الحرارة خاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية والغربية، الشمالية الغربية 39-25، والشمالية الشرقية 32-27، المنطقة الشرقية 42-32، والمنطقة الوسطى 45-32، والمنطقة الشرقية 38-30 باستثناء مكة المكرمة، درجات الحرارة أعلى من ذلك قد تصل إلى أكثر من 45 درجة مئوية، أجواء حارة بامتياز، والمنطقة الجنوبية الغربية 32-22 درجة مئوية. كذلك يوم الجمعة استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، الشمالية الغربية 39-26، الشمالية الشرقية 42-27، المنطقة الشرقية 42-32، والمنطقة الوسطى 45-32، والمنطقة الغربية 38-31، والجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية أحيانا 30-21 درجة مئوية. ويوم السبت أيضا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، الشمالية الغربية 40-27، الشمالية الشرقية 42-29، والمنطقة الشرقية 40-31، والمنطقة الوسطى 45-31، والمنطقة الغربية كمعدل 39-32 درجة
المئوية والمناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى المتوقعة 28 والصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نتمنى لكم أياما سعيدة وكل عام والجميع بألف خير.